شيء محير جدا الحقيقة لما بتخش في الصلاة كم الأفكار اللي بيهجم عليك ما كانتش في بالك قبل الصلاة. أول ما دخلت وحاولت تركز كأن في هجوم حصل على عقلك. هقولك على حاجتين لو أنت محتار في الموضوع ده مهمين جدا، حاجة على الناس كلها وحاجة تخص ناس معينة. حاجة الأولانية يمكن دي تفك الحيرة، اوعى تنسى خنزب. إيه مين خنزب ده؟ دي فصيلة من الشياطين، إبليس والعياذ بالله منه مفرغهم للمصلين، ما بيعملوش أي حاجة إلا إن هو مستنيك أول ما تخش في الصلاة يقوم داخل عليك على طول. سيدنا عثمان راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله كلما أدخل في الصلاة يأتيني شيطاني فيلبس علي بين صلاتي وقراءتي. قال ذاك شيطان يقال له خنزب، كانوا بيعرفوا بالفصيلة دي. قال فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادفل عن يسارك ثلاثا. يدفل يعني من كده بس ينفخ كده ثلاثة كده وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فلما فعلت ذلك ذهب عني شيطاني. خنزب ده نفذ وصية سيدنا النبي، كل ما يجي لك بأفكار ما كانتش في بالك قبل الصلاة هو أصلا ما بيعملش أي حاجة إلا إن هو عايزك تتشتت في وقت الصلاة وسايبك برا الصلاة. خنزب ده بالذات. وفي عالم اسمه أندرو نيوبورغ من كان ناشر ورقة علمية جميلة جدا، لا مش ورقة علمية، مؤلف كتاب اسمه كيف تؤثر الكلمات على العقل. بيتكلم ان الانسان لما يقول كلمات بصوت عالي العقل بيبدأ يستحضر صورها قدامه. لو انت عايز تعيش في معاني الكلمات دي قولها بصوت عالي، وده اللي العلماء قالوا عليه في الصلاة عشان تبقى عارف. تعرف ان العلماء لا يعدوا امرار الكلام على العقل قراءة. انت واقف في الصلاة الله اكبر كده انت بتقرأ الفتحة بس بتمررها على عقلك، دي مش قراءة. العلماء قالوا القراءة عبارة عن مخارج للحروف والألفاظ وصوت يسمعه الإنسان. بقى سمع نفسك وانت بتقرأ، فانت لما تقول الله أكبر في حاجة في عقلك بتتغير وانت بتقولها. الحمد لله رب العالمين قولها وسمع نفسك، ما تقعدش وانت بتصلي عامل كده وبتمرر الكلام على ذهنك، هنا خنزب هيبقى أقوى منك. فنفذ سنة سيدنا رسول الله وخلي في الصلاة قراءة وليست إمرار للكلام. فده موضوع خنزب لو كنت محتار بالأفكار ليه بتجيلك، في شيطان مفرغ نفسه عشان صلاتك. حاجة تانية البصر الملوث. كلام ده المجموعة من الناس ما بتغضش بصرها لا في الشارع أو بتتفرج على حاجات إباحية في الإنترنت أو حاجة زي كده. البصر الملوث بيؤدي لقلب مشتت. وأنا الحقيقة لما سيدنا النبي قال العينان تزنيان وزناهما النظر والقلب يشتهي ويتمنى، كان بيقولك ان في حاجة بتحصل في القلب اللي انت عايزه ينجمع في الصلاة، في حاجة لوثته بسبب العين، في اشتهاء مخلي الصور دي بتطلع. وكنت قرأت بحث لجامعة كامبريدج اسمه الإرهاق الدماغي، بتكلم ان الانسان لما يبص على مشهد إباحي بيحصل بسبب النشوة اللي بتجيله تدفقات لهرمون السعادة اسمه إكستوسين، تدفقات سريعة جدا على الدماغ. وكل ما كان المشهد ده إباحي بيثير الشهوة كل ما كانت التدفقات على الدماغ دي قوية بحيث أن العقل ما يستحملهاش، فيبدأ كتر عدم غض البصر يؤثر على التركيز. الورقة البحثية بتقول كده، وتخلي الإنسان عنده حاجة اسمها السلوك القهري compulsive behavior، يبدأ غصب عنه كل ما يجي ركز الصور اللي مش حلوة دي غصب عنه سلوك قهري تطلع قدام عينيه، كل ما يركز تطلع الصور دي قدام عينيه. ساعتها افتكرت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لو كل واحد فينا حائر هو أنا ليه مش عارف أركز في الصلاة، راجع غضق البصر، لأن العين الملوثة بتعمل قلب مشتت. قال صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. القضية مش بصة بصتها الصبح ولا بالليل وبعدين لما الأذان أذن بعد ساعتين قم تصلي بخشوع، ده في سم بيجري في قلبي وفي جسمي. عشان كده صلى الله عليه وسلم كما في شعب الإيمان للإمام البيهقي يقول ما من مسلم ينظر لامرأة أول رمقة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في صدره. فأنا بقول لمجموعة من الناس بتسمعني دلوقتي شباب وبنات، لو أنت حيران هو إيه كم الأفكار ومش عارف أركز في الصلاة، راجع غض البصر، يمكن يكون إطلاق البصر ده مخلي البني آدم عنده سلوك قهري إن في صور مش كويسة بتيجي قدام عينيه تخليه مش عارف يركز
زي ما العلماء قالوا وزي ما سيدك النبي قال أنها سهم مسموم من سهام إبليس. وما تنساش خنزب اللي مفرغ نفسه عشان يطلعك برا الصلاة، اطرده بأن صوتك يعلى في الصلاة فتسمع عقلك فتستحضر ربك سبحانه وتعالى.